مساء الخير على كل متابعين. المنحة اللي هنتكلم معاكم النهاردة عنها هي منحة مقدمة من دولة قطر. المنحة بيقدمها معهد الدوحة للناس اللي عايزين يدرسوا في قطر. المعهد ده بيوفر منحة مجانية بشكل كامل. ودلوقتي هنتكلم على المميزات اللي بيقدمها المعهد ده. قبل ما نتكلم على المميزات فعايزة اقول لكم ان المعهد بيقدم نوعين من المنح. في منحة مبنية على الاكاديمية ومعناها ان الطالب يكون متفوق اكاديميا، وفي منحة مقدمة للطلبة مبنية على حاجة الطالب المالية، وبالمنحة دي بتكون اسمها منحة سند. بس دلوقتي هنتكلم على المميزات اللي بتقدمها كل منحة. المنحة المبنية على الجدارة الاكاديمية اسمها منحة تميم. المنحة دي بتغطي مصاريف الدراسة بشكل 100% للطلبة القطريين وكمان الطلبة المقيمين في قطر. مش بس كده، دي كمان بتغطي نسبة 100% من الرسوم الدراسية لكل الطلبة اللي جايين من خارج دولة قطر وعايزين يدرسوا في قطر. مش بس كده، دي كمان المنحة بتغطي رسوم الدراسة بنسبة 100%، بتغطي رسوم السكن الجامعي كمان بنسبة 100%. المنحة دي بتدي حاجة اسمها مخصصات شهرية للطلبة. بس المخصصات الشهرية او الرواتب الشهرية دي هو المعهد اللي بيحددها كل سنة. كمان المنحة دي بتدي للطلبة تذكرة ذهاب وعودة من لو اول مرة تدرس في الجامعة في المعهد، فبتروح بتذكرة مجانية، ولما بتخلص دراسة وانت راجع لبلدك برضه بيوفروا لك تذكرة مجانية. المنحة كمان بتقدم تأمين صحي كامل بيوفروه لكل الطلبة الدوليين اللي بيقدموا في المنحة، والدولة والطلبة القطريين والطلبة الغير قطريين. بس هنا في المنحة دي في شروط بيقولوها المعهد، ان انت ما يحقش لأي طالب ان هو يعدل المنافع بتاعة المنحة. كمان ممنوع اي طالب ان هو يبعت انه عايز المصروف الشهري بتاعه يكون زيادة عن اللي المنحة حددته. ومن الحاجات الجميلة جدا في المعهد ده بيقولوا ان انت لو درست في المعهد قدمت بدون منحة واول سنة تفوقت فيها بتقدير امتياز، ساعتها بتقدر ان انت تقدم في السنة التانية على المنحة دي وتقدر ان انت تاخدها. اما المنحة التانية اللي هي مبنية على الحاجة المالية للطالب اللي هي منحة سند. المنحة دي مقدمة للطلبة القطريين والدوليين والطلبة المقيمين في قطر. المنحة دي من مميزاتها ان هي بتغطي 100% من الرسوم الدراسية لكل الطلبة. 100% دي تشمل تغطية الرسوم الدراسية، تغطية رسوم السكن الجامعي بنسبة 100%، كمان بتوفر مخصصات شهرية وتذكرة ذهاب وعودة، كمان بتوفر تأمين صحي. كمان قالوا انه لا يحق للطالب اللي هياخد المنحة دي ان هو يطلب فلوس زيادة، او لا يحق للطالب ان هو يعدل على منافع المنحة دي، والمنحة الطالب هياخدها بالشروط بتاعتها. في كمان منحة تالتة بيقدمها معهد قطر وهي منحة الرعاية الخارجية. بس المنحتين اللي اتكلمت عنهم في الاول هما اكتر منحة هيفيدوا الطلبة الدوليين. في شوية شروط كده المعهد حاططها للطلبة، هي شروط بسيطة زي ان انت لا يحق ليك ان انت تقدم على منحة المعهد وتاخدها وانت في الوقت ده تكون بالفعل معاك منحة من دولة تانية او منحة من جامعة تانية. لكن لو انت مثلا ده تفرق، لو انت مقدم على منحة بس هي لسه ما جاتلكش تقدر ان انت تقدم على المعهد ده، لكن لو جاتلك منحة المعهد لا يحق ليك ان انت تاخد المنحة مع منحة تانية. كمان كانوا قايلين انك لو اخدت المنحة دي وتقديراتك ما كانتش كويسة يحق للمعهد ان هو يسحب منك المنحة، لان انت في الوقت ده اخليت بشرط من شروط المعهد وهي انك تستمر في الدرجات العليا بتاعتك. وكمان لو اخليت باي شرط من الشروط اللي حطتها المعهد للمنحة تسقط المنحة عنك. اما عن الاوراق اللي لازم تكون بتقدمها عشان تتقبل في المنحة، فاول حاجة لازم تملأ الابليكيشن الخاص بالمنحة دي والموجود قدامكم على الشاشة وهسيبه لكم تحت في صندوق الوصف. بتدخل فيه كل البيانات الخاصة بيك، والبيانات دي هتدخلها باللغة الانجليزية. كمان ما تنساش ان هم طالبين صورة من جواز السفر او بطاقة الهوية بتاعتك، بس دي في حالة لو انت مقيم في دولة قطر. كمان شهادة التخرج وبيان درجات بتاعتك في الثانوية العامة والجامعة، السيرة الذاتية، السي في بتاعك، الخطاب التحفيزي، خطاب التوصية. كمان لازم لو انت هتقدم على برنامج الماجستير او برنامج الدكتوراه لازم يكون عندك خطة بحثية
والموضوع ده تقدروا تكتبوه على النت الخطط البحثية وتعرفوا اكتر عن الموضوع ده. ومهم جدا ان انت يكون معاك شهادة اجادة اللغة الانجليزية. اما عن التخصصات المتاح ليها في التقديم في المعهد، فعندك كلية العلوم الاجتماعية والانسانية، والكلية دي بتشمل كل التخصصات بتاعتها. كمان في كلية الادارة العامة واقتصادات التنمية، دي كمان تحتها بيندرج تخصصات كتير تقدروا تشوفوها على الموقع الرسمي للمعهد. اما عن الصفحة اللي ظاهرة قدامكم دي، فالصفحة دي تقدروا من خلالها تعرفوا ايه هي متطلبات وشروط القبول علشان وقتها تقدموا على المنحة، لان هم كمان كاتبين على الموقع الرسمي بتاع المعهد ايه هي الخطوات اللي هتمشي بيها علشان تقدر تقدم على المنحة دي. عندك دلوقتي متطلبات وشروط القبول، تقدروا تعرفوا التقديرات اللي لازم تجيبوها عشان تتقبلوا في المنحة. المنحة دي مقدمة بس لطلبة الماجستير وطلبة الدكتوراه، الناس اللي عايزة تدرس الماجستير في المعهد. فزي ما انتوا شايفين دي المواعيد بتاعة القبول ومواعيد انتهاء او اخر ميعاد لتقديم الورق. اما طلبة البكالوريوس لو عايزين تدرسوا في قطر، ففي جامعة قطر دلوقتي بتعلن عن قبول الطلبة للدراسة لدراسة البكالوريوس في دولة قطر. الفيديو اللي ظاهر قدامكم على الشاشة تقدروا تدخلوا وتشوفوا كل التفاصيل عن المنحة دي. الطلبة اللي هتقدم على المعهد ده زي ما انتم شايفين تقدروا تدخلوا وتكتبوا كل التفاصيل ازاي تقدموا الكترونيا على المنحة دي. ففي فرصة كبيرة للطلبة اللي عايزة تقدم على المنحة دي ان هم يقدروا يظبطوا موضوع اللغة الانجليزية، لان شهادة اللغة مطلوبة في المنحة، فتقدروا ان انتوا تحجزوا وتظبطوا اموركم من دلوقتي. الصورة اللي قدامكم دي فيها كل التفاصيل الممكنة عن المنحة وكل الاسئلة اللي هتسألوها تحت في التعليقات، هي موجودة على الموقع الرسمي للمنحة. انا هسيب لكم اللينك ده تحت في صندوق الوصف، تقدروا تدخلوا وتقروا بالتفصيل عن المنحة دي. ولو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لنا تحت في التعليقات. وطبعا ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وتعملوا لايك للفيديو ده، وما تنسوش اللايف بتاعنا تقدروا من خلاله تعرفوا اكتر عن المنح وازاي تتقبلوا في منحة وايه هي الشروط اللي لازم تتبعوها. ولو انتم مهتمين بمجال الدراسة في تركيا، فالفيديو بيختص الدراسة في تركيا والمنح التركية وازاي تقدروا تحصلوا عليها. ما تفوتوش الفيديو، ان شاء الله هتستفيدوا. ولو في اي سؤال او استفسار عايزين تعرفوه من خلال الفيديو اللي جاي تقدروا تكتبوا لنا تحت في التعليقات. بالتوفيق لكل الناس اللي هتقدم في المنح دي. هنتكلم على المميزات اللي بتقدمها كل منحة. المنحة المبنية على الجدارة الأكاديمية اسمها منحة تميم. المنحة دي بتغطي مصاريف الدراسة بشكل 100% للطلبة القطريين وكمان الطلبة المقيمين في قطر. مش بس كده، دي كمان بتغطي نسبة 100% من الرسوم الدراسية لكل الطلبة اللي جايين من خارج دولة قطر وعايزين يدرسوا في قطر. مش بس كده، دي كمان المنحة بتغطي رسوم الدراسة بنسبة 100%، بتغطي رسوم السكن الجامعي كمان بنسبة 100%. المنحة دي بتدي حاجة اسمها مخصصات شهرية للطلبة، بس المخصصات الشهرية او الرواتب الشهرية دي هو المعهد اللي بيحددها كل سنة. كمان المنحة دي بتدي للطلبة تذكرة ذهاب وعودة لو اول مرة تدرس في الجامعة في المعهد، فبتروح بتذكرة مجانية، ولما بتخلص دراسة وانت راجع لبلدك برضه بيوفروا لك تذكرة مجانية.